صبرك ليل وطويل جرينا ورا احلام عدد نجوم الليل كفاية يا ليام صبرك ليل وطويل جرينا ورا احلام عدد نجوم الليل حلوة ومرة انتي نعيشك مهما كنتي حلوة ومرة انتي نعيشك مهما كنتي ويكفي نعلي بروج تشهد عاللي فات يا ليام كفاية يا ليام كفاية خدنا من القهار عشنا ألف حكاية فاكرنا حكاية مثل خطوط النملة فوق خدود الرملة يمر عليها الموج تصبح ذكريات يا ليام كفاية هيك في لمان سي عبد الرحمن هذي التخرويش متاع النار هذية أحسن موسيقى سمعتها توا سنين في أمان الله وأنا يا وليدي الموسيقى بدأت تطرش لي في وضني السلام عليكم مصطفى السلام يا مصطفى الاختار السيد ايش احوالك لاباس يا مرحبا يا مرحبا الحمد لله نسالوا كان على احوالك هيا تفضل بحذايا هيا ما نجيبش نقعد بحذاك جيتك بقضيه ونروح على بكري يا ولدي نعرفك نعرفك ما تجي كان على قضيتك ما تجيش تطل عليا والله استحشتك وحابب نطل عليك اما لا غالب انت هربت وجياتك ولد عزيزه يا مرحبا يا مرحبا هيا تفضل تفضل عندك كل خير يا ربي اش باش نقول لك يا مصطفى يا حصل علي مات بكري في السوق كبر والناس اللي ما نعرفهمش ولا اكثر من الناس اللي نعرفهم وليت حتى كيف نجيب حذاكم نقلق هاكا وليت نجي من شهر للشهر نلم فلوسك راه الحوانت ويا ناس ما كان باس هكا بارك الله فيك تفضل اشرب بارك الله فيك يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى شنو امورك باهيه قولي حقها شنو حولك الصغيرات فاطمة راهي كبرت توا وسعيد تبارك الله راه ولا راجل عندي مدة ما ريتهمش لا باس ما راني قصدتك في مسألة هم ولدي سعيد شبيه ما لاباس ماني تورطت في القراية متاعه ومصاريفه كثرت وما عدتش خالت يا مصطفى يلزمك تقفله وخيره تبارك الله قرب
قل لي مازال يقرا في الليسي؟ لا من ترى القرايه يقرا. اما المصاريف ياسر، العيله بايو هو بايل. يا ولدي ما تخممش في هالموضوع، نسلفك الفلوس اللي تحب عليها، غير ما تبطلش عليه القرايه برك. وفاطمه مازالت تقرا؟ لا فاطمه السنا وكهو، الطفله كبرت وما عادتش بتاع قرايه. ايش بيك يا مصطفى غبلت؟ خلي الطفله تقرا على روحها. ايه تقرا على روحها. ني توراني قصدتك وحاشم منك بالخصوص اللي انت مازلت تحب من عندي كراية 3 شهور. يا ولدي ما تقول هاي الكلام، مزيتك سابقه، نسيت معايا تتسلف فيها في الفلوس وتكردي فيها في الحم، ما نحبكش تخمم في هالموضوع. شوف ويا منحية وين تتوسع ترجع دينك. يا سيدي بارك الله فيك وربي يدوب نعمتك. يقعد يا ولدي خليني نمشي. يقعد كمل الكيس نتاعك. مصطفى الفيرما القبلية سمعت اللي الطلياني حبيبيها صحيح الكلام؟ صحيح، اما هاوينهم ولاد خذيري مرقدين له السوم والراجل مش وراكح. لا لازم توا يبيعها. جاو امس بحذايا يا جماعه وقالوا لي اللي بحول الله من هوني العام الجاي العسكر ما عادش يدور، وحتى الحرم وعمرين اللي مازالوا قاعدين يبيعوا في الفيرمات نتاعهم. كيفين عفيف؟ حتى في البرط ما لقيتوش، ظالي مشى مع الصياد طول عشي يجي على كل. سيدي ما شي لازم ما مشى. صحيح صحيح صحيح. يا رجل مصباح وانا لوج عليك. صديح صديح تعرفني ما عادش يجيني النوم، وليت نستنى نهار لحد باش نجي هنا نرقد شوية. احلى نوم على واحلى خبر سمعته اليوم من عند الكوموندون. شنو ترى؟ فرنسا زادت تخرجت كومبليتمون من تونس. فرنسا وكي خرجت كومبليتمون احنا مازلنا هنا، شبيهم ما جوش يفركسوا علينا يروحوا. تصور انا نتصور راهي فرحه كبيره غادي شيء نسي ما ينسي. لما سمح محمود وبوسي عبد الرحمن ما ينسونيش، حتى مسعود ما ينسانيش. خلي مصطفى وحسين مدب وكمبطا هذو عمرهم ما ينسوني، وحتى كنسوني يمينة ديما في بالها. يمينة حتى كتنساني يوم ما تتذكرني ديما. ثم واحد بركة تفني ونساني. تسمعين أما أنا مش ننسيه ديما في بالي، مش نقعد متفكر طول عمري حتى لين نموت. هذه الساعة بدت تنسي فيها شوي ذرة الرماد على النار اللي لابة في جيشي، نسخيبها تفت وهي خامدة، هي مشت وزفت عليها الريح عودت لهبت أكثر من بكري. خلتني وحدي لوالي لتالي. زعما يجي نهار يا صليح، زعما يجي نهار ونشوفوا الحباب. شوية صبر شوية صبر صليحك. الطفل ولا الطفلة اللي خليتهم في كرش زعما شكون يشبه وش يعمل تو. كل شيء ممكن، المحنة مهما تطول تزول كل شيء ممكن.
المكتوب على الجبين لازم تراه العين. هيا هيا فيف هيا. مرحبا بكم، مرحبا بكم، تفضل تفضل. مبروك مبروك يا سي محمود، انت تستاهل كل خير. بارك الله فيك. اما ان شاء الله ما تطولش الغيبه، تونس حاجتها بك هنا ان شاء الله. الله يعزك. بارك الله فيك. الله يعيشك. تفضل تفضل سي عزيز. بارك الله فيك. سي محمود، اشمعنى باش تتعشى وحدنا؟ العشاء يلزم يحضر الجماعه قعدوا ولا روحوا، فهمتني؟ عشاي مريم بنت علوان مرت مسعود تتحدث مع سفير تونس من هليه كي نفسه قد تبيع وتشي. ما يبر مشي الكوجينه وما عادش تخرج في سبب. مريم ما تسمعش كلامي، مسعود هذاك اخويا، تتفكر احنا صغار نهار اللي ما يكلمنيش نولي نبكي، وهي العين تعلى على الحاجب. أما الشاي ما عملت راي، أنا اللي قديت لها وزينت لها. يا غلبة ما تحبيش تزين حتى في نهارتي هذا، محمود محسوب كي عمها ولا أكثر. أنا ما قلت شيء. سي عبد الرحمن التوا يسخايل أمل، عمرها 5 سنين، البارح قال لها أي تمشي معايا للحانوت. ما شفم علاش هذا؟ يزي ما تحشموهاش، عندها عملت. طب يا ناري اش بكم على الطفلة؟ عامل اخرين وتولي استاذة. مرحبا بكم. على وسهلا. عزمتك اللي مش عليك عايز كده فيك. تمينك 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 عايزك تركوه فيك شهوك ال سيدي مرحبا بكم. عايز البركة. عايز يا حسين. نعم. تعرف نعمة من عند ربي، كي الواحد كفى قد عمره باش يكون قريب من بيت ربي ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لكن حتى شؤون الدنيا راهي عباده. اللي عليك عملته يا سعد الرحمن، وربي جزاك على قد نيتك. تو امشي ارتاح حتى عويمين بحدا سي محمود، وهنا كل شيء متهني عليه. ربي هنيك وانا معمل عليك كيف ولدي. عايشه. لكن المساله مش هوني، رزق رزق ربي. كي نمشي كل يوم للحانوت حس بروحي فرحان، نهار اللي ما نمشيش نمرض، وهذا الشيء اللي مصعب عليا. اذا كان ماكش متهني على الحانوت في العاصمه، نا مستعد نقل لهنا، وسليمان في سوسه يهنينا. لا لا ما فهمتنيش يا حسين، ما فهمتنيش. نعرفك تهنيني لهنا تام، لكن كي نمشي كل صباح للحانوت على السقيه نحس بروحي متفرهد. حتى السفر ما عندك فيه ما تقول، خاصه للاماكن المقدسه. صحيح. ادعينا نجو بحذاك في موسم الحج يا سي عبد الرحمن. اللهم امين يا رب العالمين. حرقت يعطيني ربي. تي مرد بالك ما كانش على النار. يما اخويا سيد بعث جواب. بالحق طفلة. اي اي حلي حلي اقرا فهمني. خفي روحك يا طفلة. ابي العزيز امي العزيزة اختي فاتمة. حليلي على وليد، ربي يعليها لمن يعدي. اني في شوق كبير الى ملاقاتكم، واعذروني ان تاخرت في مكاتبتكم. بشوية بشوية طفل، ما تزربيش، فهمني ذي شني اقرا وبعد طول فهمك. ياما بالعربي قال لك خويا سعيد ما تغشوش على خاطري اني بعث لكم شي جوابات. اي بالحق هو بطا شويه هالايامين، اما كي بعث ما يسالش. نعم سامحك. كم نقرا تو؟ يقف. لاني كنت منشغلا بالامتحانات وقد انهيتها وانا متفائل بالنجاح. ان شاء الله اعدكم بالعوده لقضاء العطله الصيفيه بينكم حالما اعرف نتيجه الامتحان. بلغوا سلامي. وين قال لك عاد ان شاء الله ينجح. كان ياخذ رينا تو من غدوه يشد معلم ويفك عليه من القرايه. مصطفى زعما سعيد يعطوه معلمه. راحت انت شدي معلم، هم جماعه ما خلطوش كيفها للتعليم العالي وعاونهم معلميه. معناه كنا عندي الحاج الكومباطا قال لي من غدوه يكلم عليه كلمه واحده، يصبح يا معلم ولا هي حتى مدير. قال
عفيف يا عفيف. يا ودي وين؟ يا زدني عيني رقدت سليم. يخدش الوقت توا. يا انا جاي جبت لك خبر بشي طير عليك النور توا. سيدي مبروك. غدو تروح لتونس. لا 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 بس لا بس بس هكا عفيف مش يروح غدوة تونس. اسمه هبط في الليستة بالصار. وانا يا ما هبط اسمي؟ لا 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 مازال مازال ثم ليستة أخرى على قريب إن شاء الله. هاي خليكم عفيف مالا غدوة. صباح الخير فنستر. مبروك اخويا. غير استنى شويه. عفيف تولي سوفونير من عبد الحق مروكي. بغيت نبدا بيثار بوراس البيوع ذكر بالحراج البريا كتبتها لي انت. انا قلت يوم كان يفيدك انت اكثر. الله عفيف عفيف ان شاء الله غدوه نمشي معاك حتى للبابوره نمشي معاك. تبقى على خير يا بابا. انت هو راس الفكره وانت هو زميمه وانت تحمل كل مسؤوليه ومش نقبلك نهار جمعه كامله من قبر وبرا اشكي. نشكي بكم لربي يا حريميه. يعطيك الصحه صحتك يا رجال. ها تعلمت تحل في فمك تاكل غله وتسب المله. يلا اقلب من هنا وبدل علي وجهك. سي اسماعيل انا جيت نتكلم بالمجموعه. هما اللي قالوا قلت اسماعيل ما كناش عرقنا واحنا ورانا عائلات وهذا شيء مش عيب. تحل في فمك وتعود فيها. انا ناكل في عرق الخدامه يا واطي. ها تعلمتوا تطلعوا في جريناتكم من الاول جيتوا تسكبنوا جواع عليا تسخفوا الحجر ومن بعد تتقلبوا توليوا حنوشه. الواحد يقومكم بالزلات والكرفاش وشويه. من فضلك سي اسماعيل بلاك لمات خلصنا يرحم بوك. الخلاص راس الشهر وتوا قلبوا من هنا. يلا سي اسماعيل هذا مش مفاهمتنا الاولى. احنا نخلصوا بالكنزه وعندنا تو ثلاثه كنزات وما جانا شيء لا بالشهر لا بالكنزه. احنا ما فهمناكش. عملت معايا اجتماع قعدت معاك سي الشباب. ها شاف عباس يقول لي اللي يحب وانا نخلص وقت اللي نجم وقت اللي نحب. واذا كان هذا ما عجبكمش برا وشكيو بالشاف عباس.
فهمتوني؟ الخلاص راس الشهر وما عاد نحب حتى حد يقف قدامي ونبع عليكم. اللي مازال يقفل هنا ويحل فمه الخلاص لا تو ولا راس الشهر. درجة اخر اذا كان ما رجعوش للشانط يكلم البوليسيه. اسمع سعيد، بابا يظل فيه مغش برشا الشر. اما بابا ما تروح لجراح كده نكلمه. مدادك عندهم زوج صغار. ايش الاخر؟ عثمان 17 سنه مازالولهم شهري. وش فيك يا عثمان اخي ما تصبرش؟ يا حليلي وقتاش تيوف وشهرين؟ عندي 6 شهور وانا نسمع فيها الغني بالعربي. الشهرين هذا ما يكملوا كان ما تكمل انت زهزده. قل شريت شي الموبيل؟ شريت لك واحده تركب 66 كيف بلينز هكا يعمل. اما الشهرين ما يكملوا كان ما يروحوا يا سعيد. وين تجي سعيد؟ لا لا عثمان ما يبطاش جمعه ولا جمعتين ويجي. ادعي معايا بركة عثمان خويا ربي ينجح ان شاء الله. عثمان ان شاء الله. وش فيك عثمان؟ ان شاء الله ربي ينجح. عثمان امه عثمان ولد خالتي جاي يحب يسلم عليك. عسلامه خالتي شو حوالك؟ على سلامتك. يعيشك. وش فيك برا؟ هيا تفضل. لا مزروبه ما حبيت نتعدى نسالك على سعيد وقتاش يجي وكاو. ياسر عليك الخير تسال على سعيد. أيه. اما خالتك من بعيد لبعيد. قل لي وين يمك؟ والله متغشة ويزيد رجلها توجع فيها وبيني وبينك قالت حتى حد ما طلع لي. خالتي علاش ما تخليش فتيمة تجي العشية بحذاها للدار؟ والله ناوي ينطر. أما قول لأمك راي نستنى في سعيد كل يوم نترقب فيه عيني ترف ربي سمعني الخير. سلم عليها وقولها توا نجي نطلع عليه. عثمان سلم على خالتي. الأحلام أنا بنت عليك. أنا قدام مرة مع جيني الخدمة وسي سعيد هذي مركبته معاك في كرب وجيبته معاك مو لباس. أش باش يقولوا الناس وقت اللي راوك معاه ولو يقرأ معاك وحتى كان في السريلة ونكرر ونعود تتصور اللي باش نفتوا من كلامهم؟ اسماعيل شنو على كلام سعيد متربي وما طالب منها حتى شيء. خلي الناس تقول اللي تقول. لو كنت تذهب التاني بتاعك مش احسن انت؟ خليني نتكلم انا وبنتي. بابا جيتك موضوع خاص بسعيد. ايوه لله واللي خايفين منه هاني جينا. واه انت علاش خايف؟ اصبر واسمع الموضوع. الناس اللي كيف سعيد هذوما نعرف شي يجي منهم انا. مين اللي عرفناه؟ مرينا منه كان الخير. بالله؟ والله؟ بل على خاطرك لله. تفضل شنو موضوع سي سعيد؟ هو مطلب مني شيء. انا اقترحت عليه باش يخدم عندك سوزوني. في بالي ساعدك على خاطر ديما تشكى من كتابيليتي. اشبي مدام امورو تعب ما فيها باس كان تعاون. بك مدام ولدت الجمعيه الخيريه المتنقل على سقيها ناخذ بخاطرك. احلام يا عيش بنتي تعرف اللي في الدنيا هذه انا ما عندي الا انت. حابك تسمع كلامي تفهمه مليح واذا كان ما تخلفوش اكد لك اللي عمرك ما تخسر في حياتك. بابا ما فهمتكش. لاول مره نعرف اللي سعيد ما يعجبكش. انا عمري ما قلت ما عجبنيش وعمري ما قلت زاد اللي عجبني لكن النوع هذايا نعرفه مليح. قلت لك هو مطلب مني شيء. وي ديركت ما مطلب منك شيء ولكن يحب كل شيء. أنا علي كيفه نعرفه ونعرفه شحب. حب يتقرب لك أكثر. حب يسرقك بالضخامة اللي كونته لك الكل ينجم يشاركك فيه هناني بناني. هذا إذا كان منحاش فرد مرة ورأس بنتي. أسمع الناس هذوما يلزمهم يخفوا عند حدهم. بابا هو ما ملي شيء يعني بالعكس عاوني. كيفاش تبني نعامله؟ أنا عمري ما قلت لك عادي عاونك عاونك إيسا سريت لا بقى كيفاش تعاملوا انا اقول لك كيفاش تعاملوا. نمشوا عتا وفرحوا بكم. بابا
نسافر اليوم صباح وماما مش تقدر خالتي ولما باش نفطروا غادي باهي مالنا غدوه نتعدى بحداكم لازمني نهني سي اسماعيل وخالتي محرزي لا مش لازم تعب روحك تو انا نقول لهم تسلم عليهم وتهنيهم فهمتكش حلال تحبينيش نجي لداركم لا ما نقصدش هذا اما قلت بالكش انت تحب تروح مش لازم حتى روحك حلال تفادلك ولا ذيك نيتك لما صبرك باش تكلمي لي بوك على خدمه اليوم تقولوا لي ما تعبش روحك لا ما نسيتش اجا معايا طوموبيل لا كنت تكذب عليا سعيد انا ما كذبتش عليك وانت ديما صديق وقت تحتاج لي تلقاني صديق نحتاج لك بارك الله فيك احنا توكي نحتاج لك من بعدك عطلة طيبة السلام عليكم. وعليكم السلام. لا سمحنا. حسلام. العين. سمحني ما قلقكش. تفضل. الدار هذيا مازالت على ملك سي عبد الرحمن الشواشي. إيه العم سيدي. ولا باس. لا لا باس.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يزيد فضلك بالله، مش هذه حانوت سي عبد القادر؟ إذا كان موجود نجم ندخله ولا مالكش يخرج؟ يظهر فيك عندك مدة كبيرة ما جيتش لهنا. عندي مدة طويلة شوية. هذاك علاش ملا؟ سي عبد القادر يعيش راسك، تو مدة 5 سنين. الله أكبر. الله أعلى وأكبر. سامحني راني ما في باليش. سماح خويا سماح. تفضل إذا كان حاجتك بحاجة تفضل نقضيها لك. أنا ولد وراه. تفضل ارتاح تفضل. ما شاء الله نتشرفوا بيك يا سيدي. يعيشك. بارك الله فيك. سماح خويا. طويلة و والدنيا كلها تبدلت والعباد ما عادش تعقل، ما زالت كان الحيوط هي هي. صحيح صحيح. يا اخي ما عقلتنيش. لا سامحني ما عقلتكش. تو مدة 20 سنة التالي ثم صانع كان يخدم عند سي عبد الرحمن اسمه عفيف في الحانوت هذا. متعدي من هوني قلت نتعدى نسلم برا. هي ما زالت البركة، ما زالت البركة يا سيدي. ياك الطل ما تقوليش سي عبد الرحمن زاد. لا ما نكذبش عليك، نتمنى لا. سنين سنين تو ما شفتوش الحانوت وكم مسكرة لا طلة لا ظهرة. والله يتقوش عليها بلاش مال. تينا واحد من الناس حانوت الوالد هذه الله يرحمه. الله يرحمه. ما نحبهاش تسكر برغم اللي انا استاذ وعندي مشاكل كبيره. هاكا ساعه نحل باش نقعد سويعتين ثلاثه هكاك شويه باش للذكرى. بلي سي عبد الرحمن عندك شي فكره فين يسكن فين حول فين؟ لو نقل من داره. داره عزيزه وغاليه. تعديت من بعدها لقيتها ولات كلها حوانت. شوف يا سيدي العاد لا سوق لا الدنيا كلها تغيرت. تي احنا هناك تشوفها شوف هاك الحوانت كلها مسكره والسوق فارغ. شيء اسمع الله يقدر الخير. عايشك بارك الله فيك. سامحني يا استاذ كان خذلك من وقتك. سماح خويا سماح. عايشك. انا تمنيت باش نقضي لك اي قضيه كانك عملت. عايشك بارك الله فيك خويا في وديعه ربي. في الامان. زورنا خويا. عسلامة. عسلامة. بالله من فضلك سي اسماعيل. شكون سي اسماعيل؟ سي اسماعيل مولا الدار هذيا اللي كان بكري يخدم في المحافظة. عندنا 10 سنين من اللي شريناها هذه الدار. بالله تنجمش تنعتني على الادريسة الجديدة مين ولا يسكن؟ والله ما نعرفش، ما اسأل جماعتي هما تو ينعتوك عليه. بارك الله فيك. حانوت اللي جيت لأجلها هيك سنت. بارك الله فيك. مع السلامة. غاستون هي يعيش راسك صافي لونتون. وشكون قد فيها البركة؟ حتى جماعة اللي نعرفوهم تاعك الوقت براتيكمون مشاو الكل. صافي لونتون صافي 22 سنة. صافي كارد الشيكل نقول لك يا رازل الدنيا كلها تبدلت. أنا قاعد نشوف بخاطرك عم نمشي. بالله سامحني وجهك مش غريب عليا. بتاتر أنا غلط سامحني. نو احكي لي ميسيلش انت راك أول خيط ربطني بالماضي. انت كنت بوكسير. كنت صغير. ما كنتش تجي رستورون في بحر؟ رستورون جوفانوت. اوه عاد سيي مانتنو البيزو توا شد بعضه. مش انتي مره عملت عركه مع واحد انسبكتور تينيزي على بوك اسمه اسماعيل؟ ليلتها انا قاعد بحزاه ولا فاني استوار بينه وبين واحد يعني كلي استغنى في دوزيام كار مونديال تلكس عليه وبعد ذاك اللي كندي زبد عليك فرد نسيت يا اخي. جنوب لي ريش جامي ست نويلة حتى نزيد تعرف كل ولا شوفانير
أكل الرستوران غالي العزيز المزيان مالو مشى طيعو وبنا في بقطو بلاص عالي بكل سيمان يخوف. شفتوا والجيران حتى حد ما يعرف وينهم وماليه وينهم الناس اللي كانوا يخدموا فيه. كل مشاو لفرنسا وفيهم اللي مشاو نسيوه ما تبقى فيهم الكل كلك اللي تعرفوا إلا إسماعيل. وإسماعيل تبدل وينو إسماعيل؟ إسماعيل ولا نوم دافير قروكم صح. أما هو إسماعيل شيطان ديب. لكن مرة أنا ماشي في السيرة هو رانا مروح مع قنيس وأنا أنا اللي عملت له البيجون تاع عرسو وما خلصنيش فيهم الكل. شوف يعني كان خلصني في الفلوس من وقتها في بانكا لتوا شوف راهو له دي مليون دي مليون. اخي هو عرس معرس صافي 20 مرتو نعرفها حتى هي بنت حومتي شفت كالكوان شي دانس يخليك عرس كيف الناس سمرة بتبسة. اسماعيل هذا يسكن في تونس توا؟ ايه بيان سور يسكن في تونس. اسماعيل قلت لك اللي رايته من كل مره اما ما نعرفش حومته فين ما نعرفش مع الكونتاكت مشى يا حسره. على كل حال بارك الله فيك ونشكرك على القهوه. يا سيدي فوتر سيرفيس قاعده مزيانه قاعده حلوه وحسره فكرتني فيها مزيان كلها بالله زورنا طلع عليك تسيبك الصينيه فوتر سيرفيس يا اخويا يا عمره فوتر سيرفيس. ازيك سكرتك يا بابا؟ سكر سكرتك يا اخويا سكرتك يا اخويا سكرتك. وين ماشي؟ الفجر. ايه حاصرة معاك اسمها الفجر اسمها العامرة طبعا. حاضر روحك شرط مع الفجر. قلت لك ما عندي بمشي كتافي هد هالقرداش والمغزل وزيد قلبي مش متهني. اخي يا برا انت ماشيه باش يحرطوا عليك راك ماشيه باش تاكلي الكسكسي باللحم راك. ايما راكي باش تاكلي الكسكسي اضحكوا انتم نعم عيني بزاف. يا بنتي راهو جدودك ما معهمش لعب والصاحبي خوك هو اللي ذبح اش عندك خاسر انت؟ قلت لك مانيش متحرك. برا فهمت امراه يسعدي فالك كانك على سعيد يجي غدوه ولا بعد غدوه. يا مصطفى مصطفى يا مصطفى خذيري فزي فزي طفل على الباب باه يا باب ما وداش نجي في هالي ربي سمعنا الخير. امراه صلي على النبي وانتي من العشيه قاعده تغوزالي واحد الخير خذيري. يا مسيكم بالخير مسيك بالهنا ورضاها خذيري فيه على سلام شنو هو العيش؟ الله يسلمك لي وريك باس انا تحت لطف رب ما لا باس والله لا باس مش تنقول لك يا مصطفى اش ثم خذير يتكلم والله دايخ في امر تو انا قاعد جاني المبروك حدايا قال راني متعدي شفت الضوء شعله في دار خالتي فتيمه ضوء اي قال لي يظهر لي الدار مسكونه قلت له يا مبروك كيف انت شفت الضوء في دار خالتك فتيمه وتعرف اللي الدار مهجوره تو سنين الله وعلاش ما دخلتش شفت شكون اللي فيها قال لي ما نقول لك الحق راني حبيت ندخل سمعت غادي حس قال له عرفت ولا حس بكاء ولا حس نتاع ضحك قال حسيت روحي خفت رجعت ما قدرتش. ومبروك قال لك هالكلام؟ اي نعم مبروك قال لي هالكلام لو كان جاي واحد اخر راني نكذبه اما مبروك لا اله الا الله. وين توا هو؟ هون مشي نادي في ولد الحداد حتى الحداد قلت له الحقوا علينا في دار مصطفى خلي نشوفوا الحداد اجي. كيف نهار وعلى القايله تخوف خلي عاده في الليل. شب لا عم بالي سكرت باب الدار مليح مش ما توليش مرت على السرات. ايه تلقاه هذيك بعض الذراري يخلعوا الباب وقعدوا يتلعبوا في وسط الباب. لازم الذرم. هيا مش معه شو هاي. لا 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 بابا ما تمشيش انا خايفه. ما تخافيش حنان صلي على النبي وقري كل اعوذ برب الفلق وهاني جاي. ما ما تقطعش. اقري حنان اقري كلام ربي باهي. أشكون هنا؟
أولدي كانك أنس تكلم من هو أنت يا عزوز؟ ادخل ادخل ما تخافش. عزوز عزوز رحمة الله عليه. قلت لكم مسكون اسمع بر ربش يجيب بالبد بحسين بر بر. يا ولدي من هو انت؟ العفيف. اما عفيف ولد من؟ ولد عمك الطاهر. وامك ايش اسمها؟ فاطمة. عفيف ولدي خطي فاطمة رحمة الله عليه. اسمع يا ولدي اجي للصواب وقول من هو انت؟ همد هيا تعال برا اقرا عليه شويه قران كانوا روح توي ذوبيا برا في ساعة يا مد. حليلي